بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق الجلسة الثانية للبورصة المصرية للسلع الساعة 2 الظهر لتداول كميات من القمح لبيعها للمطاحن. البورصة بتستهدف إتاحة السلع بسعر عادل وتوفير الحماية لصغار المزارعين وإنهاء الاحتكار وتحقيق استقرار للأسعار. النهاردة هيقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر نموذجاً، واللي بتنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة الساعة 5 بقاعة المؤتمرات بالمجلس. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. هيلتقي منتخب تونس مع منتخب فرنسا الساعة 5، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب أستراليا مع الدنمارك، والساعة 9 بالليل هيلتقي منتخب بولندا مع منتخب الأرجنتين، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب السعودية مع المكسيك.